Bonjour. نعم، بص بقى، هنا دلوقتي هنعمل ايه؟ ادي الكلام موجود، ادي الصور موجودة، احنا اخدنا الكلام ده قبل كده. هتشوفوا يعني مثلا دي ساعة، ساعة بالفرنسي، شوفوا معناها ايه وتكتبوها، وهكذا في الراجل تكتبه والبنبار تكتبه، تمام؟ ده كله. بعدها هنعمل شاصل انتريو. شاصل انتريو قلنا يعني ايه؟ قلنا اللي هنختار الكلمة المختلفة اللي بتبتدي بحرف مختلف، تمام؟ يلا، عاوزكم انتوا الأربعة تعملوهم، هسيبكم دقيقتين كده تعملوهم عشان هنحلهم مع بعض. يلا، لو حد مش فاهم حاجة أو مش فاكر معنى كلمة يقول لي وأنا هقول. يلا ابتدوا. ميس ميس. ماشي، أولا مسيو. أنا مش فاكرة معنى ساعة. أورلوج. خلصت ولا لسه؟ لسه يمس. أنا مستر والله، مسيو. تمام، خلصتوا؟ تمام. ايوه تمام، بص بقى، اول حاجة عاوز حد يقول لي الكلام ويحل. يلا نبتدي بالترتيب، ولا كل اللي عاوز يقول يقول؟ انا عاوزكم احنا ده انا ريفيجن عايز النهارده. يقول لي يقول. طب ماشي، يلا اللي عايز يقول اول واحدة يقول. يلا
مفيش حد عارف يعني ايه دي؟ ما انا قلتها. أورلوك. تمام، واللي بعديها مان. لا احنا فرنسي اولا مش انجليش. مان ده بالانجليش، بقى بالفرنسي ايه؟ طب انا هحل معاكم اتنين وانتوا حلوا اتنين وبعتوهم لي، ماشي؟ انا هحل معاكم اتنين عشان انتوا شكلكم ما ذاكرتوش او مش فاكرين الكلام. هحل معاكم اتنين والاتنين التانيين يبقوا انتوا حلوهم ووريهم لي وابعتهم لي على الواتساب. تمام، اول واحده اورلوج، اولها حرف اش، ثاني واحده ام. نعم حبيبي. انا اصلا ما عنديش الكتاب. ما انا الفيديوهات كلها اللي موجوده الكلام ده فيه. نعم انا الكلام اللي انا عامله ده مش ده فيديوهات موجودة كله فيه، ده الحاجات اللي احنا خدناها، فانت شوف منها من الفيديوهات اللي كانت موجودة. ماشي ماشي. ماشي، اول واحدة أورلوج، اولها حرف اش، ثاني واحدة ام، اولها حرف اش، ثالث واحدة بومبون، اولها حرف بي، فانا واحدة فيهم المختلفة. بومبون. شاطرة رنين. ثاني واحدة ايكول، اول حرف او، فغاز اول حرف اف، فلور اول حرف اف، انا واحده فيهم المختلفه وما تجاوبيش انت يا رنيم، عاوز حد تاني. بيت كل ايكول. مظبوط يا عبد الله. الاثنين التانيين اعملوهم وحلوهم مع نفسكم وابعتهم لي على الواتساب، ماشي؟ هنا ايه الحرف اللي ناقص او ايه الحروف اللي ناقصه؟ اش اش وايه؟ اش واو، تبقى ام يعني راجل، ماشي؟ اول واحده ام اش او، تاني واحده ايبو صح، أول حرف أش، ثالث واحدة أولك شاطرة رنين أش أو. هنا إيه اللي ناقص؟ يعني أنت المفروض هتزوده يا إما ك يا إما جي، فأول واحدة إيه اللي ناقص؟ جي. مظبوط جي، تبقى جيب. تاني واحدة كا تبقى كونفوفو صح. ثالث واحدة ك مظبوط كيوي. رابع واحدة ك جي جي، مظبوط هتبقى جام. خامس واحدة جي، مظبوط تبقى جاردان. آخر واحدة جي، آخر واحدة كا مش كي، هتبقى كيلو. هنا هي هتحط يا كا يا كي يا لا يا لي، أول واحدة هتحط إيه؟ لي. مظبوط. ثاني واحدة كا، مظبوط هتبقى كونغو صح. ثالث واحدة لا لا سوري 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 سوري، هنا هتبقى ايه؟ لا مظبوط يا عبد الله، هتبقى لا لا فا. هنا بالانجلش هي هي كمان لي لي، قال لي ايه؟ هتبقى ليون. مظبوط صح عبد الله شاطر. هنا كي، مظبوط هتبقى كي كيلو. مظبوط. وهنا تي، هنا هتبقى كي
مظبوط كيوي مظبوط شاطرين كلكم. هنا دي حاجة وتلات كلمات موجودة، تقول لي الصح فيهم معنى الصورة دي. تمام، ده هنا بابا، هتبقى أنا واحدة فيهم بابا ولا ماما؟ بابا. تمام صح، هنا هتبقى بابا. هنا ديل، ديل بإيه؟ كي ولا نياج ولا كو؟ نعم. هنا ديل، كلمة هنا اللي صح فيهم ايه معناها ديل؟ كي ولا نياج كي. ولا كو؟ كي. لا كي. كو هي دي اخر واحدة، كو يعني ديل اخر واحدة. هنا رقم اربعة هيبقى كو ولا كاتخ ولا كاغ؟ عنده أربعة يعني إيه بالفرنسية؟ كاتر كادر كاتر مش كادر، كاتر مظبوط. هنا يا إما هنحط كو يا إما كا. تمام، هنا الربع يعني إيه؟ نعم ربع، ربع هنا هنزود يا إما كو يا إما كا في المكان كا. الفاضي. كا. هنا هتبقى كا عشان هتبقى كا مظبوطة زي الكلمة دي. وهنا هنا معنى ديل يعني ايه اهو؟ هنحط كو ولا كا؟ هنا نعم هنا يا يعني هنحط يا كو يا كا، هنا معناها ديل، هنحط ايه؟ كو ولا كا؟ كو. كو مظبوط. وهنا كو ولا كا؟ مظبوط هتبقى كا مظبوط. المرة دي هنبتدي بقى بحرف الار. تمام، حرف الار ان رب او ان غب يعني فستان. حرف الار ان غاديو او ان راديو هو راديو. حرف الار ان غا او را هو فار. تمام، يلا اول حاجه ار ان رب، ار ان رب، ار ان راديو، ار ان راديو، ار ان را، ار ان را. تمام، ادم ان را را ان را يعني فور. ادم قول وراي، قول الكلام. راني راني نعم يلا ايري. ان رب، ان رب هذا فستان. ها ثاني كلمة ان راديو، راديو مش راديو، راديو اخر كلمة. مستر هو احنا في صفحة كام؟ مالكش دعوة بالصفحات، انت بص قدام، بص في اللي انا مشغل. نعم مالكش دعوة بالصفحات، بص من اللي انا منزله وكده شاور عليه. لازم اقف صفحة كام عشان ارتبه في الكتاب؟ مالكش دعوة بالكتاب، ركز في الورق اللي انا منزله. ماشي، نحن نحل من غير كتاب. انا منزل الورق، بس المفروض الورق الكور دي كلها هتنزل على اليوتيوب، هتبص عليها وتشغله وتكتب. انت تكتب نيميرو وتكتبهم نيميرو دو وتكتبهم، فهمت؟ والله صافي.
عبد الله ايه رايك؟ طب انا هقول وهقولها كذا مره وانتوا تبقوا تعيدوها مع نفسكم، اللي مش عارف كلمه يبقى يقول ار ان رب، ار ان رب، ار ان ار ان راديو، ار ان را، ار ان را، رب يعني فستان، راديو يعني راديو، را يعني فار. هنا قولوا لي الكلام، انتوا لازم انتوا اللي تجاوبوا، قولوا لي الكلام اللي بيبدا بحرف الار. را مظبوط. وايه كمان؟ راديو. مظبوط راديو. رب. رب. شاطرين. الحرف اللي بعديها حرف الاس. اس ان سافون. صابون يعني صابونة. S N صابون. S N سو يعني جربل. S N سو. S N سك. S N سك. قولوا مرة كمان. S N صابون. S N صابون. S N سو. S and so. S and suck. S and suck. تمام؟ عبد الله قول لي الكلمة دي بتتنطق ازاي؟ نعم؟ قول لي الكلمة دي بتتنطق ازاي؟ S سو. انسو. قولها ورايا. انسو. انسو. تمام. انسو. انسو. تمام مظبوط. ملك. الو. قولي الكلمة دي. يريها. سك. مظبوط انسك. رانين. قولي الكلمة دي كده. ان صابون. صابون مظبوط شاطرين. هنا هنكمل بسا او سو، كومبليت افيك سا او سو في المكان الفاضي. اول واحدة هنحط سا ولا سو؟ اللي عارف يقول على طول. سا. مظبوط هتبقى ساك. تاني واحدة. سو. سو. هو اس او هتبقى سو. مظبوط جردل. خدت واحده. سو. ايه؟ سو. لا هتبقى سا عشان هتبقى سافون اهي. تمام؟ هنا هتبقى اس ا سافون. كونتور لو موكي كورسبون ا ليماج. قولوا لي الكلمه، قولوا لي الكلمه اللي بتوضح الحاجه اللي موجوده في الصوره. اللي هو هنا هتبقى الشنطة. تقولوا سوريز ولا ساك ولا سافون؟ شنطة يعني ايه؟ سابون. سابون. لا ساك. مين كان قال سافون؟ هي سافون غلط عامة. سافون يعني صابونة، هي ساك. ثاني حاجة هنا الأم. ماما. الأم يعني معناها ماما. ماما. هنا الصابونة هتبقى صابون ولا سو ولا سط؟ صابون. صابون صح. هنا الراديو اسمه تيلي ولا راديو ولا أورديناتور؟ راديو. راديو. راديو صح. ودان ني ولا جنب ولا أوري؟ ودان. ني. لا ني يعني مناخير. نيس. ني مناخير. انا هجيب مفروض ودان.
وجنب يعني رجل. قول أري. أري يعني ودان. نعم. أري أري يعني ودان. هنا أرنب يعني إيه؟ لابان ولا ليون ولا تورتو؟ لابان. مظبوط. مظبوط. هنا ناخد حرف التي. تي انتيجر. تي انتيجر. تي ان تاكسي. تي تاكسي. ان تاكسي مظبوط. تي ان تابل. تي ان تابل يعني ترابيزه. راني قولي اول كلمه. انتجر. مظبوط. انتجر. ملك قولي تاني كلمه. تاكسي. مظبوط شاطره يا ملك. عبد الله قول تالت كلمه. عبد الله. نعم. قول الكلمه دي. تي كابل. لا مش تيبل. تيبل دي بالانجليش. تابل بالفرنسي. تابل. ان تابل. تمام. ان تابل. قولها تاني. ان تابل. حرف الاو. يونيفورم. هو يونيفورم زي مثلا يونيفورم المدرسة. يو ان يونيفورم. يو ان يوزين. يوزين اللي هو مصنع. يو ان يوزين اللي هو مصنع. يو ان اللي هو رقم واحد. تمام. عاوز حد يقول لي اول كلمة. قول يا رنيم. ان يونيفورم. صح يا آسر. ان يونيفورم. رنيم قولي تاني كلمة. صافي قولي تاني كلمة. أو قولي تاني كلمة. ممكن أقول؟ قولي. كنت لسه هقولك. قولي يلا. سيزانيا. فين سيزانيا دي؟ دي أوزينة. إن أوزينة. أوزينة. قوليها كده ورايا. يلا ملك. إن أوزينة. 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 قوليها تاني. إن إذن. مظبوط شاطر يا ملك. قولي آخر حاجة كده رقم واحد يعني إيه؟ أن. لا آه مش أن. قوليها يا ملك. مظبوط يا آسف شاطر. إي أن يونيفورم. إي إن إذن. يو حد مش فاهم حاجة؟ استنى طب نحل دي الأول. قولوا الحروف الناقصة. هنا إيه الحرف إيه الحاجة اللي ناقصة؟ يو. لا ما فيهاش يو. يو بالإنجليزي أنا فرنسي. يو. 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 قولوها بس يو. يو. يو مش يو. يو ده بالإنجليش. هنا يو. قولوا يو. اللي كان بيقولها يو يقولها يو. أنا أخدتش بالي مين اللي كان. أيوة صح يا صف. يو هتبقى رقم واحد. هنا إيه اللي ناقص؟ حرف إيه اللي ناقص؟ صح يا إسر. هتبقى حرف إيه فين؟ ثالث واحدة إيه اللي ناقص؟
مظبوط. هبقى يونيفورم تمام. دي انا قلت لكم هنا احنا حلينا اول اثنين وانتوا هتحلوا الاثنين التانيين وتوريهم لي ماشي. والمره اللي جايه هسالكم عن كل الحاجات اللي فاتت دي، انا امبارح قلت لكم وانتوا مش عارفين، فانا المره اللي فاتت هسالكم عن الحروف كلها ماشي. في حد مش فاهم حاجه؟ شكرا يا مستر. اسمها انا اولا مستر، والله والله مستر، اسمي مسيو احمد. ثاني حاجه اللي مش فاهم حاجه يقول لي. شكرا يا مسيو. مها مرسي. حاولوا تتعودوا على الفرنسي. مسيو. نعم. هو الحصة هتخلص؟ آه. ما كده خلصنا. ماشي. تاني مرة ما تقولش حصة، قول كور. ماشي؟ ماشي أصلا مش واخدها. ماشي أنا أهو بقولها لك. ما تقولش حصة قول كور. ولما تقول بدل ما تقول شكرا قول مرسي. ماشي. يلا يا حد عايز حاجة؟ دوريان. والله حد عايز حاجة؟ ومش فاهم حاجة؟ هو حضرتك في حصه تاني امتى؟ يوم الاحد ان شاء الله. ما انا حد واثنين ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي ميرسي يا مسيو. شكرا. شكرا العفو عليك. الله اوروفوار. 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 سيو.